بسم الله الرحمن الرحيم. متابعي مركز المريض اينما كنتم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اهلا ومرحبا بكم ينابه في طله جديده وطله مختلفه هذه المره. نسال الله انه يا اخي ربنا يحفظ بلادنا وربنا يرحم كل من رحل عنا في تلك الايام العصيبه، الايام اللي عشناها حقيقه كانت ايام قاسيه جدا جدا، كانت ايام قاسيه جدا جدا. نسال الله انه يا اخي يامن البلاد والعباد، ونحن بصراحه محتاجين ان نقف مع بعض، محتاجين نضع ايدينا في ايدين بعض، محتاجين ننسى كل جراحة الماضي، محتاجين أن إحنا على مستوى مناطقنا، على مستوى الولايات، على مستوى القرى والحلال والفرقان، نقف سند لبعضنا البعض، ونحاول بقدر المستطاع يعني نخرج من هذه الأزمة بأقل الخسائر على مستوى مناطقنا الآمنة ما شهدت أحداث. صحيح يعني كثير من الولايات ما شهدت أحداث، والحمد لله دي نعمة كبيرة، نسأل الله أنه يديم هذه النعمة. الموضوع المهم وانا عاوز اتكلم فيه بصراحه موضوع التامين الطرق، تامين المسارات. يعني حقيقه محتاجين احنا كشباب منطقه وكشباب في كل زول في منطقه، انت تبقى رسول السلام ورسول المحبه بين اخوانك وبين اهلك في عشيرتك في المنطقه. خلونا نحط ايدينا في ايدين بعض، خلونا نحمل هم بعضنا البعض. الان انت في منطقتك تطلع بدور، لازم تطلع بدور كبير جدا جدا، ومن اجل رتق النسيج الاجتماعي، من اجل وحده وتماسك المجتمع. احنا بصراحه محتاجين لبعضنا البعض يا شباب، احنا محتاجين نحط ايدينا في ايدين بعض الان، محتاجين نقف في رجل واحد من اجل انه نامن مناطقنا. الان صحيح تفلتات كثيره جدا جدا في الطرقات، تفلتات في كل مكان الان، لكن ده نحن ما بنحارب ما لم نحن كشباب منطقة وشباب قرية وشباب حلة وشباب فريق نحط ايدنا في ايدين بعض ونمنع الشيء اللي بيحصل ده، ونجيب سد منيع ليه. البسرك والبنهب ما زول جاي من برا، زول من داخل المناطق، زول من داخل ولاياتنا، نحن لازم نجيب ضده، لازم نحاربه، حتى لو كانت ضرورة نحاربه اجتماعيا عشان ما تتكرر المسائل دي في طرقاتنا القومية في مناطقنا. حتى الطرقات الآن بتاعت الأسواق بتاعت الدول فيها نفس الإشكالية، ونفس حتى داخل المدن، داخل المدن الآن برضو في تفلتات كبيرة جدا جدا. إحنا الحقيقة ده ما بنقدر نحاربه ما لم نضع إيدينا في إيدين بعض حقيقة. نعمل دوريات، نعمل تجمعات، نعمل جمعيات عشان ما نقوم نقدم خدمة لمجتمعنا وأهلنا وأسرنا بأمن وأمان وسلام. كثير من الملاحظات، كثير من الحقيقة حتى في مدننا القومية، ضرب الزخيرة العشوائي في المناسبات أصبحت حقيقة حاجة بصراحة مفزعة جدا جدا. حتى الأطفال في البيوت بصراحة واحد يكون نايم تصبع لك مجموعة بتاعت كلاش، مجموعة بتاعت جيم ثلاثة، دي كلها عشان شنو؟ يعني نسأل الله إنه يا أخي إحنا نتحمل المسؤولية كاملة ونطلع بدورنا تجاه بلدنا تجاه وطننا. ودي رسالتي لكم، تحياتي لكم. انا صلاح ابراهيم مريود، ابقوا عشرة على الوطن، ابقوا عشرة على روحكم، امنوا طرقاتكم، حافظوا على النسيج الاجتماعي، حافظوا على التماسك المجتمعي، حافظوا على التعايش السلمي بين الناس، ادعوا للمحبه، ادعوا للخير. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.